استجابة من البنوك العاملة في البحرين للتوجيهات الملكية السامية ومجلس الوزراء الموقر ومصرف البحرين المركزي وتقديرا منها للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني وكافة الأنشطة الاقتصادية وللمواطنين والمقيمين من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، أعلنت جمعية مصارف البحرين أن بنوك التجزئة وشركات التمويل العاملة في مملكة البحرين ستوفر لعملائها من الأفراد والشركات خيار تأجيل الأقساط من شهر سبتمبر ولغاية نهاية العام الجاري 2020 على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل البنوك على هذه القروض والتمويلات خلال فترة التأجيل بنفس الشروط والأحكام المطبقة حالياً. علماً بأن فترة سداد القرض أو التمويل ستزيد نسبياً من أجل إبقاء مبلغ القسط دون تغيير حسبما ستقوم البنوك بإبلاغ عملائها. ودعت الجمعيه الافراد الراغبين بالاستفاده من تاجيل الاقساط بنفس الشروط المضمنه في العقود والاتفاقيات القائمه تقديم طلباتهم من خلال الرابط الذي سوف يرسله مصرفهم في القريب العاجل على رقم الجوال المسجل لديه لاتمام الاجراءات اللازمه او من خلال اي وسيله تواصل اخرى